تمام، السلام عليكم طلابنا. مختبرنا لهذا اليوم هو عن الـ Dilution and Concentration، موضوع مهم ويفيدنا بحياتنا العملية بالصيدلية أو إذا الله أراد بالمعامل إذا واحد اشتغل. الـ Dilution شو نقصد به؟ هو التخفيف. Means when a given solution of a mixture of high concentration is diluted by addition of the suitable diluent or admixture with the solution of lower concentration. يعني في حال احنا ردنا نسوي تخفيف عندنا طريقتين، يا اما اضيف diluent، يعني مثلا عندي محلول نقول جلوكوز ووتر تركيزه 5%، اريد اسوي له ديليوشن الى 2.5%، راح اضيف ووتر اللي هو هنا الديليوان صار، اوكي زيدت الفوليوم قل التركيز. او ممكن اخبطر اسوي ادمكشر with a solution of lower concentration، نفسه جلوكوز solution بس بتركيز اوطى، يعني مثلا تركيز 1%، ممكن اضيفه الى اقول 5%، زين، حتى اقلل من التركيز النهائي للمحلول. يا اما اضيف اذا ديلوانت او اضيف solution of lower concentration، هاي طريقتين للديلوشن. اما الكونسنتريشن هو احنا كيف نركز المحلول، بعده طرق. اما اضيف active ingredients يعني جلوكوز 5%، اضيف فوقها بعد جلوكوز، اوكي هالشكل اضيف active ingredient، او اخبطه with higher strength solution. يعني انا عندي جلوكوز 5%، اجي اخبطه ويا solution يحتوي على جلوكوز فد 10%، اوكي، وهكذا المحلول الناتج راح يزداد تركيزه ما بين الخمسة والعشرة. او الطريقة الثالثة، انا اسوي evaporation of the diluent، يعني من السولفنت مالت يصير بي ايفابوريشن راح يقلل الحجم وبالتالي راح يزداد التركيز. اوكي، ثلاث طرق حتى احنا نسوي بيها على ال نسوي تركيز للمحاليل. طبعا احنا عندنا ديليوشن ديفرنت تايب، ممكن يصير ديليوشن ضمن الليكويد دوزج فورمز يعني سوليوشن واسوي ديليوشن سوليوشن، او ضمن السوليس ايضا يعني الباودر تم اقدر اسوي ديليوشن من اني اجيب ديليوانت باودر ان نيتشر، اوكي، فممكن نسوي ديليوشن على الليكويد وعلى السوليس. نلاحظ هاي الصورة، شوفوا البيكر اللي يحتوي على higher concentration يعني قبل ما نسوي عملية التخفيف، شوفوا كمية الأكتيف إنجريدينت المثلثات الحمراء أكثر مما في حالة lower concentration. شوفوا كمية الأحمر المثلثات حتكون أقل، وهذا يدل على أنه صار عندي قلة بالconcentration. وإذا تلاحظون شوفوا الفوليوم، اللور فوليوم شوفوا كميته للسائل وش قارنوه بالهاير فوليوم، شوفوا من زيادة الفوليوم بالتالي قل عندي الكونسنتريشن، حتى اللون اختلف، اللور فوليوم اللي كان تركيز اعلى الكمية اكثر من الاكتف، شوفون اذا ما بيها لون تنطي لون اطوخ، وباللور كونسنتريشن ازداد الفوليوم فصار اللون للمحلول افتح. كل هذا احنا حسابات الديلوشن والهاي كلها ضمن الاكويجن المعروفة اللي هي ديلوشن لو
اللي هي C1V1 يساوينا C2V2 C1 concentration والV1 هو الفوليوم اللي محلول. مثلا عندنا محلول مثل ما قلنا 5% التركيز الأول نقول هو 5% المركز، أريد أحضر منه تخفيف مثلا 2.5% حيمثل لي C2 التخفيف الجديد، أوكي التركيز الجديد، والفوليوم المحدد اللي احنا نريد ان فاينل اخر شيء يعني ان فاينل دوزج فورم يمثل لي الفوليوم مالته V2. اوكي لهنا انا واضح عندكم، اعتقد معلومات مر عليكم. The concentration احنا كتركيز راح نقدر نعبر عليه واخذنا سابقا، الاكسبرشن راح يكون اما عن نورماليه او مولاريه او بالبرسنت. هذني ثلاث types of C1 نقول، أوكي أو C2 the concentration اللي بالقانون حنعبر عنه أما بنورمالية أو مولارية أو percent. وش هي النورمالية؟ is an expression of the concentration of the solution in terms of equivalent per liter of solution، يعني number of gram equivalent weight per ألف مل. المولاريتي is the concentration of the solution in terms of moles per liter. Addition of extra solvent to the existing solution in order to reduce the concentration is called dilution. Okay? شوفوا هنا نضيف extra solvent حتى نحقق على dilution، هي واحدة من الطرق اللي قلنا أما نضيف diluent اللي هي extra solvent، او انه احنا شو نسوي احنا نخبط ويا محلول يحتوي على المادة الفعالة بتركيز اقل. Two important rules we have to consider من سرعتنا حسابات ال dilution، حتى ليش؟ حتى يصير عندي simplification بالcalculation، يسهل عملية الحسابات. إذا يعطيني ratio مثلا example 1 to 10، يفضل أن تتحول إلى percent. شلون نحولها؟ نقول إحنا 1 جرام موجود بعشرة، لا إيش قد إذا بالمئة؟ يطلع لنا 10%، اوكي واضح. واذا كان عندنا proportional parts reduce them to the lowest term، نحاول نعطي ابسط صوره لل proportional parts، يعني اذا عندي 75 ويا 25 احاول اقسم ال 75 على 25 بحيث تعطيني رقم صحيح، يعني تعطيني 3 الى 1 ما بها انصاصه ما بها اعشار، هذا مقبول ويسهل عندنا عمليه الحسابات. Dilution of الكحول هنا نقطة مهمة، مثل ما احنا تعلمنا دائما من نريد نحضر stock solution من نريد نحضر simple solution كنا نكمل الحجم للفاينل فوليوم، اذا تذكرون حكينا نحطها بالسلندر ونكمل الحجم. زين ليش مو نكمل؟ قلنا نكمل الحجم، ليش ما نحسب الفرقية؟ احنا اول تعدى نحسب الريمينينج فوليوم، وليش ما نحسب الفرق للفاينل فوليوم وأضف فقط الفرقية؟ يعني مثلا إذا عندي نقول لك remaining volume هي 39 والفاينل فوليوم أريده من عندك هو 50، ليش ما نجي نضيف 11 مل من الواتر؟ ليش نسوي أفتو؟ أكو أحد يقدر يجاوبني؟ أكو أحد يقدر يجاوبني عني؟ ألو؟ أكو أحد؟ أي سؤالي أقول ليش إحنا نجي نسوي up to the final volume؟ ليش ما أحسب الفرقية؟ أنا أول تالي دا أحسب الـ remaining volume من أحضر simple solution مثلا 39 مل remaining، والفاينل فوليوم لازم نوصل لل 50 مل.
زين احنا ايش نسوي عاده؟ نكمل الحجم. ليش نسوي ابتو؟ ليش ما اجي احسب 11 مول واضيف واكمل الحجم يصل ال 50؟ صحيح. هاي احنا تعلمنا. هسه احنا نتعلم في شيء جديد. انا اذا عندي الكحول من اسوي له تخفيف، يقول لك الافضل انه احنا نكمل همنا نفس الشيء up to للفوليوم النهائي. ليش؟ لانه الووتر والالكحول ممكن ان يرتبط بيناتهم يسوي هيدروجين بوندينج. هذا الهيدروجين بوندينج راح يسبب لي كونتراكشن بالفوليوم، يعني ينكمش الفوليوم، بس بدون ما يأثر لي على الويت أو في الكحول and water added، ما هيأثر على تراكيزهم، مجرد إنه هيصير H bonding راح يكبش عندي المحلول. فالأفضل نكمل إحنا يعني للحجم المراد، أما إنه أنا أحسب الفرقية. أوكي، هنا أنا ما عندنا solid material، هنا أنا عندي فقط liquid. همنا خلي أضيف liquid وهمينا خلي أكمل الحجم. يعني ممكن إنه واحد بيكم يقول ما أنا ما عندي هنا سوليد، عندي بس ليكويد، ليش ما أحسب الفرقية؟ لا، أرجع أقول لك لا، تحسب لازم تكمل الحجم. الفرقية ما راح تفيدنا، تكمل الحجم للفاينل فوليوم. ليش؟ لأنه أكو possibility of interaction بيصير بين يعني الكحول أو المواد هي بينات السوليوشن اللي بيها مواد ويا الواتر. مثال على ديلوشن شلون تجينا وصفات، عندنا بوريك اسيد وعندنا الكحول 70%، وعندنا الكحول موجود بالصيدليه نقول 90%، فاني اضطر انه احضر كحول 70% من ابو 90% اسوي ديلوشن. ليش؟ لانه انا بالوصفه لازم احط 70%، فتجينا هيك وصفات، ولهذا لازم نعرف شلون نسوي ديلوشن. هسه سؤالنا يقول how many moles of 20% alcohol can be used to prepare 25 moles of 10% of alcohol. احنا من نحل هاي المسائل اول شيء نفهم المساله تخفيف لو شي يصير بيه. زين، هو تخفيف عندنا ثلاث معالم، عندنا تركيز الكحول 20% وعندنا تركيز المخفف 10% وعندنا الفوليوم المخفف 25 مول. هاي ثلاث معالم اطبقها بالقانون، ايش راح يطلع لي؟ اقول C1 هو 20% اضربه في الفوليوم اللي احتاجه من ابو 20% حتى احضر شنو؟ احضر 10% تركيز وفوليوم 25 مول. فC2 حيكون 10% والفوليوم 25 مول. اللي راح يطلع، ايوه انتبه على نقطة جدا مهمة، هي الفوليوم هذا 12.5 مول لازم اقول ابو المينيم، لازم احدد ابو 20% اوف الكحول واقول انه لازم اني اكمل الحجم complete the volume الى 25 مل by distal water. هاي جدا مهمة، اذا ماكو هيجي اجابة اني انقص. طيب البروبلم الثاني، if 500 مل اوف 15% volume by volume solution are diluted to 1500 mol, what will be the percentage strength? ايش نقصد بالpercentage strength؟ هل احد يجاوبني من الفري كونفرنس؟ اكو احد يجاوبني؟ ايش نقصد بالpercentage strength؟ انتظر خلينا نشوف جماعة الفري. أبا الحسن، التركيز، النسبة، كالبولي. أوكي، جابه وقالوا نقصد به التركيز. التركيز إحنا قلنا ممكن نعبر عنه مولارية، يجوز يسألك what will be the molarity، what will be the normality، what will be the percentage. أوكي، هاي كلها expression عن concentration، يعني تلاعب لفظي بس هو يقصد كله concentration. اوكي، اذا هنا ايش يطلب من عندي؟ يريد percentage، يعني ايش يطلب؟ C1 لو C2؟
ما سمع. ماذا أسمع؟ شجر سيت. أها، يطلب السيتو. أوكي، هنا ده يطلب السيتو، مجرد أطبق القانون عادي C1 V1 يساوي للسيتو V2 15% في 500. زين، في 500 مل، هذا التركيز يعني نقول العالي، ونحضر من عنده، هو ده يضعف تركيزه، بس منطيني الفوليوم النهائي 1500 مل، فيطلع من السيتو هو 5%. أوكي، حيطلع التركيز بعد التخفيف 5%. زين، السؤال اللي وراء: How many moles of 1 to 5,000 weighed by volume solution of potassium permanganate can be made from 50 mol of a 5% solution؟ بس أريد واحد يقول لي أيهما المركز 1 to 5,000 لو 5% solution. أكو أحد يقدر يقول لي؟ 5% هو المركز، تمام. شلون راح نحسب؟ احنا تذكرون واحدة من الرولز قلنا انه اذا عندنا اني ريشو I must change it into percent. شلون راح نغيره الى percent؟ اذا راح اقول 1 جرام موجود ب 5000 مل، اذا بالمية ايش قد؟ اذا اكس راح يساوي لنا 0.02%. اوكي، حيطلع لي 0.02% هو التركيز المخفف. زين، يريد ال V2 الحجم الثاني. زين، لأنه بعد التخفيف، ونحط ببالنا الـ V2 هو عبارة عن المادة اللي هي هنا بوتاسيوم سوليوشن برمنجنيت. أوكي، بوتاسيوم برمنجنيت سوليوشن مادة بلس ووتر، هذا الـ V2. أوكي، ليش؟ لأنه أنا بدي أكمل بالووتر حتى أوصل الحجم. إذا طلب من عندكم فقط how many mol of solution of يعني potassium permanganate can be made، يعني هذا نقصد به V2. إذا سألكم عن الووتر هنا أنا غير حساب، هسه راح نجي ناخذه بالمثال القادم. أوكي، راح أجي أطبق C1 V1 يساوي لنا C2 V2. C1 50 مول، في 5%، إيش كذا حيصير الفوليوم الثاني النهائي بعد ما خففنا إلى 0.02%؟ راح نطلع الـ V2، راح يطلع الـ V2 هو 1250 مول. أوكي، يمثل لي الـ V2 هذا distilled water plus الـ potassium permanganate solution، أبو التركيز العالي اللي أخذت من عنده وخففت. أوكي، زين، ننتبه على هاي المسألة. هنا ايش يسألك؟ How much water should be mixed with 5000 مول of 85% alcohol to make 50% volume by volume solution. اوكي، هنا سأل قال ايش قد مي راح اضيف، ما قال ايش راح يصير الفاينل فوليوم، ما قال ايش قد راح يكون الفوليوم النهائي للكحول. فاذا اجي اطبق القانون، C1 هو 5000 مول، ال V1 هو 85% الكحول، ال 50% هي C2 التخفيف. زين، ال V2 هو المجهول، مثل ما قلت لكم ال V2 يمثل لي ديستل ووتر بلس المحلول المركز اللي اخذنا من عنده حتى نحضر التخفيف. ما ادري طلع ان ال V2 8500 مول. ابدا اطلع الحجم الووتر اللي ضفته، اكو واحد يقدر يقول لي شلون نطلعه؟ ما قدامكم بس اشرحوا لي. اي قول. اها، اذا احنا التوتال فاينل فوليوم ماينس الكحول حجمه ممكن اطلع الووتر. اوكي،
عندكم مشكلة بهاي المسائل واضحة؟ Standard solution. شنو نقصد standard solution؟ It's a solution of known concentration. يعني أنا أجي أحضر محلول أنا أعرف إيش التركيزة. 5%، 10 نورمالي، 15 مولاري، أي شيء من هذني concentration expressions. بس أعرف تركيزة إيش كيف. يعني the concentration is exactly measured. بالضبط محسوبة. Standardization شنو؟ It's the determination of the molarity or normality of the solution. يعني أجي أشيك المحلول فعلا ب 5% ب 10% اشتغلت وحضرته هسه صوت أوضح؟ تمام. فال standard solution هو of non concentration. Standardization هو مثل نسوي checking هل فعلا هذا المحلول يحتوي على 5% او 10 نورمالي او 15 مولاري وهكذا. زين عندنا الورا موضوع جدا مهم هو reducing and enlarging formula. احنا كصيادله لازم نعرف شلون نكبر وصفه شلون نصغر وصفه. ليش؟ لأنه إحنا بالصيدلية تجينا وصفة official ويقول لي كبر الوصفة، أريد مثلا بدل ما تحضر لي 30 ما أحضر لي 60، أو يقول لك بالعكس صغر لي الوصفة أنا ما أحتاج 30 ما سوي لي 15 ما. أوكي؟ بالمعامل نحتاج لها تكبير، فلازم أعرف شلون أنا أكبر الوصفة. شوفوا عندي الـ example، عندي كودين فوسفيت وعندي الأمارانت سوليوشن وعندي الكحول 10% وعندي ديستل ووتر سفيشنت كوانتيتي 1 فلويد اونس. اوكي يعني الاوفيشال وصفة يقول لي الحجم مالتها 30 مل صح فلويد اونس. زين هنا اول شيء راح اسويه اني اترجم الوصفة. انا عندي هنا جرين، عندي منن، عندي فلويد دراهم، عندي فلويد اونس، لازم احولها إلى grams and mols. codine phosphate هي مادة صلبة، فأجي أحول grain إلى gram. approximately نقسمها على 15، رح يطلع لي إذا 5 على 15 هي 5 grain، فتطلع لي 0.3 gram of codine phosphate. الأمرانث approximately أقسمها على 15، رح يطلع عندي 15 على 15 يطلع لي 1 مل of أمرانث. وعندي الكحول الفلود دراهم كم مول؟ اكو واحد يكتب لي؟ اكو واحد يقول لي؟ واحد يكتب لي الفلود دراهم؟ لا مو خمسة، اربعة مو ملعقة الشاي. زين راح يصير 4. بس هنا انا حاط لك صفة اس اس. ايش نقصد بالاس اس؟ نصف نصف، يعني نص ال 4 ايش قد جماعة شو اسمه عرفوا 4 جماعة الفري ونصف حيصير عندي 2. اوكي هسه انا هاي الوصفة ترجمتها عرفت. المطلب الأول يقول متل 2 fluid ounce، يعني ايش قد لازم أحضر؟ ايش قد لازم؟ 60. إذا الحجم النهائي صار 60. So I have to reconsider the amount of each ingredient inside the prescription. ليش؟ لأن اختلف الحجم. زين شلون اسوي هاي عملية reconsideration هاي؟ اعيد حساباتي؟ اطلع فاكتور. الفاكتور شي يقول؟ يقول desired amount. desired يعني بالمطلب، يعني متى 16 مل. اوكي على ال specified amount يعني الموجود بالofficial prescription بالوصفة الرئيسية
هنا أنا 60/30 راح يطلع الفاكتور 2. أوكي، هذا الفاكتور راح أضرب كل كومبوننت بداخل الوصفة سواء solid سواء liquid كلهم، فأجي أضرب 2 في 0.3 جرام of كودين و2 في 1 مال أمارانت و2 في 2 مال الكحول. زين، صارت عندي مواد يعني كميات وحجوم جديدة، هاي راح أعتمدها. كثير من ال يعني المسائل يحلون الطلاب يرجعون بعدين على الوصفة الأصلية، مو احنا غيرنا وكبرنا الوصفة، ترجعون تحلون كلها على الوصفة الأصلية وهذا خطأ. زين، هسا حولنا المواد حسب الفاكتور، راح اجي هنا الخطوة الوراء، من يقول لي شو نسوي جماعة الميت؟ اها، طلعنا 45 مول، اوكي ضربنا الحجم في 3/4 حتى يطلع الفوليوم 45 مول، هذا الريميننج. زين، انا عندي بس وصفة شنو؟ عندي ليكويد انجريدينتس. عبد المهيمن يقول ليش نضربها؟ انت شو تقولون؟ اريد واحد من الفري يكتب له ليش نضرب هذا في 3/4 الفوليوم النهائي؟ According to simple solution procedure، لو انت حاضر المحاضرة ومتكوز you have to know why. ومرتين انعادت هاي يا عبد المهيمن، مرة بالسيمبل ومرة بالاروماتيك حكينا عليها، سوري بالستوك سوليوشن، كلها نفس الايديا. اوكي، ها اكو احد يجاوبه؟ مريم محمد تقول لي أنا عندنا سوائل تأثر على الحجم. زين يا عبد المهيمن، السبب الأساسي أني هذا هو البروتوكول و اي صحيح، هو ده اقول له يا عسى انه البروتوكول مالتنا من نجي نحضر السمبل سوليوشن ميثود لازم نضرب الحجم في 3/4. ليش؟ حتى أبقي سبير مثل ما نقول، إذا عندي مادة سوليد تذوب بالوصفة هذا راح يأخذ من الحجم، لربما يعبر الحجم النهائي المطلوب وهذا راح يأثر على الكونستريشن للمواد وبالتالي بفعالية المواد على الجسم. زين؟ أو عندي مادة سائلة لازم أحسب لها حساب، مثل ما قلت قبل شوية احتمال يصير كونتراكشنز بيناتهم، ما يجي مضبوط فيت. فشو اسوي؟ اسوي اضرب الحجم في 3/4 واجي اذا عندي ماده سائله بالوصفه النوب اطرح من عندها. زين، انا عندي لعد على شنو هاي مال 3/4؟ لعد على منو هاي اللي قصدك؟ هاي اعرفها، قصدك مهيمن ليش نضرب كل كومبوننت بالفاكتور؟ عبد المهيمن، ضربنا الكومبوننت بالفاكتور لأنه كبرت الوصفة، إذا يبقى الحجم 60 وتبقى نفس الكميات هاي بدون ما نغيرها ايش راح يصير؟ راح يقل تركيزا. هو ما يريد يجي، هو يريد يحضر كمية كبيرة من الوصفة، مو يريد يقلل تركيزها. اوكي، هو دا يريد بدل ما تحضروا لي 30 مل حضروا لي 60 مل وراح يستخدم اسبوعين مثلا، ويريد يكفي لي اسبوعين لا يجي ويروح المريض. فأني لازم أعيد حساباتي أنه أضرب كل المكونات في الفاكتور حتى يحافظ على نفس التركيز. واضح عبد المهيمن؟ أعتقد صارت واضحة. زين، أنا عندي مواد سائلة بالوصفة بعد ما ضربناها في خمسة، يعني طلعت 45 مالتي ورا ضربناها بثلاث أرباع، أجي أطرحها. عندي 4 مل مال كحول وعندي 2 مل مال امارانت، فاذا 45 ناقص 6 4 بلس 2 اوكي تطلع لنا 39 مل. ومثل ما قلنا لكم هاي 39 مل راح اذوب بها الماده السوليد اوكي بالبيكر، حضيف المواد السائله عندي وانقلها وين؟ الميجرنج سلندر، واكمل الحجم الى ايش قلت؟ من يقول الحجم النهائي ايش قد؟
عافية. الحجم النهائي 60 مل. عافية مريم محمد. أوكي، هاي بالنسبة لوصفة التكبير. أنا حكيت لكم البروسيجر واللي مر عليكم سابقا. عندنا هنا المطلب الثاني للوصفة يقول لي متين اف او فلود اونس اس اس، يعني مش كده فلود اونس اف اف اس اس سوري. خمسطعش، نعم نص لثلاثين خمسطعش مظبوط. So I have to reconsider the calculation. مرة ثانية لازم أعيد حساباتي. هالمرة لازم أطلع فاكتر. هنا الديزايرد شقد؟ 15 مل. وال specified موجود بالفورمولا شقد؟ 30 مل. زين؟ فإذا 15 على 30 راح يطلع لي نص. هنا صار فاكتر نص راح نضربه بكل مكون. يعني الكودايين 0.3 أضربه في 0.5. والأمارات راح أضربها 0.5 والكفول راح أضربها 0.5، فصارت عندي كميات جديدة. أوكي، الحجم النهائي راح يكون شنو؟ 15 مل. نفس الطريقة شو راح أسوي؟ أضربها في 3 أرباع تطلع لي 11.25 مل. هاي 11.25 مل راح أطرحها من منو؟ من الليكويد إنجريدينتس اللي هي الأمارات كميته نص مل وال 1 مل اوف الكحول. راح يطلع عندي الفوليوم النهائي 9.75 مل. بهاي 9.75 مل راح اذوب 0.15 جرام من الكودايين بالبيكر واحط عليه الامارات واحط عليه الكحول. اوكي، ثم انقلها الى الميجرنج سلندر واكمل الحجم مالتي الى شكيت 30 أو 15. أي هواي من الطلاب يغلطون، يسوي الحسابات ويصغر الوصفة بس يرجع من اللي يحضر طريقة التحضير يكتب لي على الأوفيشال. فننتبه احنا سوينا تغيير. اي طبعا على الحجم الجديد، وانت اقول لك صغر الوصفة، انا اقول لك حضر لي 15 سي سي بس 15 مو غير تسوي كله على الحجم الجديد. تمام، ليه هنا أنا عندكم سؤال؟ نأمل إنه افتهمتوا المختبر، أعتقد وضحت قدر الإمكان.